كل العاملين على مستوى المجال الفني سواء في مصر أو في العالم العربي يعرفوا أسماء لمسلسلات وأعمال تلفزيونية كبيرة جدا، وممكن يبقوا هم نفسهم طبعا عارفين مين المسؤول عنها ومين اللي أنتجها ومين اللي وقف وراها. قطاع كبير من المصريين اتعرف على اسم الأستاذ حسن العسيري، وهو الفنان والمنتج السعودي البارز، اتعرفوا عليه من خلال رامز مجنون رسمي، لكن جمهوره وجمهور أعماله على المستوى العربي يعرفه جيدا طبعا، وجمهوره حتى على المستوى المصري يعرفه ويستمتع به حتى وإن لم يكن يعرفه أو تعرف عليه لأول مرة من خلال رامز مجنون رسمي. كانت تجربة صحيح، لكن في تجربة تانية مهمة جدا على مستوى الدراما التلفزيونية السنة دي، وبنتشرف طبعا أنها كمان بيتم عرضها من خلال MBC وام بي سي مصر، وهي ونسني. أنا طلبت منه أنه يشرفنا في البرنامج حتى وإن كان ده نظرا طبعا للظروف الحالية من خلال التليفون ومن خلال مع الأسف كمان فرق التوقيت عن المملكة العربية السعودية، لكن أنا كلمته وطلبت منه أنه يشرفنا لسبب مباشر وبسيط وأنا بقوله لحضراتكم. قليل لما تلاقي منتج واسم كبير بيقرر أنه يقف ورا مجموعة من الشباب الجديد بقالهم سنتين أو ثلاثة في المجال الفني صحيح، لكن دلوقتي بقى ليهم مسلسل، والمسلسل ده نجح بشكل كبير على مدى الأيام، وإحنا لسه يعني في النص الأول من شهر رمضان، إلا أنه المسلسل نجح وسط علامات تانية. يعني بيبقى صعب أنك تقدم مسلسل وينجح هذا المسلسل ويستمتع بقبول المشاهدين وسط عمالقة وأسماء رمضان دايما مرتبط بها.